شويه ارقى من هو احنا بنينا الاساس. اليوم تقييم هاي المرشة منظمة الهنديكار بدعم محافظ أسعد الإيداني تعزيز المناصرة والدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة. دعم المناصرة والدعم ذوي الإعاقة وعروف حقوقهم هي من القانون 38 والمعدل القانوني 11. برعاية من سيد محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني يقيم تجمع المعاقين في العراق ورشة تخصصية بالتعاون والشراكة مع منظمة الهانديكاب انترناشنال حول تمكين وتعزيز وقدراء في ورفع قدرات المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في محافظة البصرة وخاصة منها منظمات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل المشاركة الفاعلة في على قدم المساواة مع الآخرين في المشاركة السياسية وكذلك في تمكينهم وتعزيز قدراتهم للوصول وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ولمدة 6 أيام من كان بالتاريخ 13 إلى 19 من هذا الشهر. وإن شاء الله نتأمل بالتعاون الوثيق مع الجهات التنفيذية لتمكين تلك الشريحة الضعيفة وفق ما جاء في القوانين والدستور العراقي وخاصة القانون المعدل لسنة 2013 قانون 11 لسنة 2024. اليوم الخامس من أيام الورشة التدريبية اللي أقامها تجمع المعوقين في العراق بالتعاون مع الاتحاد الدولي لذوي الإعاقة. الورشة هي تهدف إلى رفع يعني القدرات العاملين في مجال ذوي الإعاقة، رفع مستوى قيادات ذوي الإعاقة في محافظة البصرة. تضمن هذا يعني التدريب منهاج موسع ضم العديد من المحاضرات والتدريبات اللي تستهدف تمكين هاي الشريحة. احنا طبعا اكيد من خلال هاي الورشة اللي هي مو الفعالية الاولى ان يعني تجمع المعوقين بالعراق تعدينا على دعم المنظمات ذوي الإعاقة من خلال هاي الفعاليات. اليوم احنا اكيد فرصة انه نبعث رسائل للدولة العراقية وللمجتمع بضرورة الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة. مدينة البصرة او محافظة البصرة هي المدينة رقم 1 بأعداد الافراد من ذوي الإعاقة، هاي حسب احصاءات وزارة التخطيط عام 2016. لذلك هاي الاعداد الضخمة من ذوي الإعاقة اكيد يعني تستدعي الكثير من الاهتمام، تنفيذ القوانين، تمكينهم، توفير الخدمات بشكل عام.